وده من خلال النقابة العامة للضيافة الجوية والخدمات السياحية اللي قررت النهاردة تحتفل بذكرى 30 يونيو. كل سنه وانتم طيبين. اولا النهارده يعني احنا بنحتفل بمرور عام على مرور 30 على مرور عام على 30 يونيو. ففكرنا جات لنا فكره, احنا النقابه العامه للضيافه الجويه والخدمات السياحيه, جات لنا فكره ان احنا نكرم فيها حركه تمرد وبعض من الشخصيات والرموز اللي هم شاركوا في الثوره, وده كان كل هدفنا. يعني احساس حضرتك النهارده وانت بتكرمي رموز لحركه المفروض انها حركه وطنيه, هل ده في نوع من انواع يعني الشركه اللي عملت الكلام دوت, هل ليها هدف تاني غير التكريم؟ يعني هدف تنشيط سياحه, هدف نوع من انواع الرواج السياحي اكثر في مصر؟ كلمينا شويه عن الحركه السياحيه في مصر وصلت لغايه فين. لا انا حاسه ان يعني منذ وصول السيسي للحكم الحمد لله البلد استقرت, واحنا النهارده جينا ناكد للعالم كله ان الحركه دي لولا وجودها ما كانش السيسي وصل للحكم, ومطالب كل المصريين ان شاء الله هتتنفذ شويه شويه, وان شاء الله السياحه هتبقى كويسه ان شاء الله في مصر باذن الله. هل كنت تتوقعي حضور اكتر من كده بالنسبه للمؤتمر؟ بصراحه يمكن عشان الوقت كان بدري شويه والنهارده خميس وكده, بصراحة كان الحضور كتير حضرتك شفت.